السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم هو تتمة لدورة ريد بابل، وهذا الفيديو بالنسبة لي من أهم الفيديوهات اللي في هذه الدورة. فهذا الفيديو غنوريكم إن شاء الله كيفاش غادي نجبدو الكلمات المفتاحية المربحة اللي غتخلي التصميم ديالنا الترانكة في الصفحات الأولى ويجيب لنا بزاف ديال المبيعات. فبالنسبة لي واخا تكون ديزاينر متمكن وكتقاد تصاميم واعرة، الا ما كنتيش كتعرف تقاد الكلمات المفتاحيه للتصميم ديالك فراه ما عمرك غادي تحقق شي ريال من هذا التصميم. وهذا الشيء علاش كتلقى بزاف ديال الناس كيديروا 20 30 تصميم في اليوم وكيتشكاو انعدام المبيعات. اذا شوف معايا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غنحليك هذا المشكل. فتبع معايا خويا من الاول حتى الاخير، واي حاجه درتها دير حتى انت بحالها ولا نوطيها في شي مذكره عندك باش ما تنساهاش. وإلا كان عندك شي سؤال حطوا لي في التعليق ديال هذا الفيديو غادي نجاوبك عليه اول باول ان شاء الله. اذا خوتي اول حاجه غنمشيو لموقع ريد بابل، غادي ندخلوا هنايا غنشوفوا مثلا هذا الشيء اللي عندنا ترند هنا. مثلا هذه ترند نوت يور حبيبي، هذه راه تقدروا تخدموا عليها ما فيها حتى شي مشكل، ديجا حطيت فيها مجموعه التصاميم الخاصه بي حتى نتوما تقدروا تخدموا عليها بلا حتى شي مشكل. اذا بما انها ترند هنايا غادي ندخل مثلا ملي كندير ريشيرش هنا عندي تقريبا 5642 تصميم، يعني كاينه شويه المنافسه. كيف كنصحكم دائما هنا خص يكون قل من 1000 في ريزولت، وهنا خص يكون عندي ترند طالع عليا العلامه ديال ترند باش كنخدم على التصميم ديالي وانا ضامن انني غنجيب فيه مبيعات. اذا اللي مهم عندي هنا غادي نجبد لكم الكلمات المفتاحيه اللي غنخدم عليها مثلا الا قديت التصميم ديالي. فاولا غنجي هنا وغنختار بيست سيلينغ، يعني التصاميم اللي تباعوا. كيف كتلاحظوا معايا اخوتي ركزوا معايا في هذه المعلومات اللي كنعطيكم، بما ان التصاميم اللي طلعت لي كلها عباره عن ستيكرز، اذا ستيكرز هما اللي كيتباعوا بزاف في هذا التصميم. فاش تبغيو تابلوديه يعني تحطوه فحاولوا تختاروا ستيكرز باش يكون مخصص للستيكرز. اذا غادي نجيو هنايا نحلوا هذا التصميم في نافذه بوحده، نجيو للتصميم الثاني كذلك نافذه بوحده، والثالث والرابع والخامس. تقدروا ديروا هذه القضيه في 6 7 8 ديال التصاميم الاولى. المهم عندي هنا بما ان هاد 8 ديال التصاميم حقوا مبيعات وطلعوا للناس هما الاولين، اذا الكلمات المفتاحيه اللي اختاروا هاد الناس اللي خدموا هاد لي ديزاين فراه كلمات مفتاحيه مخدومه مزيان. الا خدمت عليها حتى انا فكن على يقين 100% غادي تجيب حتى انت مبيعات. اذا اش غادي ندير، غندخل هنايا غنزل تحت وغنشوف هاد الصديق ديالنا اش حط في الكيورد. هنا حط 3 صافي. نزلو كذلك التصميم الثاني، هذا سكامر، يعني حاولوا دائما تبعدوا على هاد الكلمات اللي كيتعاودوا بلا حتى شي معنى. فواخا تيبان لكم هاد السيد هذا حقق مبيعات بهاد الكيورد فكونوا على يقين هاد الحساب غادي يطير غادي يطير. اذا غنحيدو من هذا، غنجيو للثاني، غنزلو كذلك الكلمات المفتاحيه هما هادو، غنجيو للثالث كلمة مفتاحية كذلك هما هادو، غنجيو للرابع تا هذا سكامر، يعني ما عندنا ما نديرو بهم غنخرجو منه. وغادي نحتفظ بهاد الثلاثة ديال التصاميم وغادي نكمل ونزيد التصميم الرابع والتصميم الخامس والتصميم السادس، لأن الغرض عندي هو نجمع أكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحية. إذا هذا حتى هو ما عندي ما ندير به. فالهدف ديالنا ماشي هو نحطو التصاميم ونبقاو نديرو بحال هاد الكيورد هادو ونجيبو مبيعات ومن بعد يسدو لينا الكونت ونقلبو كيفاش نفتحو كونت جديد معلومات جديدة. لذلك حافظوا على لي كونت ديالكم الخوت. عندي دابا مجموعة من الكلمات، الا لاحظتو هنا هاد الكلمات ما غاديش تهزو ليا، اش غندير؟ غنجي لهاد الاكستنسيون، عقلوا على الاسم ديالها الو كوبي، دخلوا لجوجل وكتبوا الاو كوبي اكستنسيون فور جوجل كروم، غطلع لكم انستاليوها في جوجل كروم. وملي تانستاليوها تبتوها هنايا، اون فوا تكليك عليها تولي بهاد الالوان هادي عرفوا بلي راه مفعله. كنجيو هنا كنديروا كوبي لهاد الثلاثه ديالنا، كنفتحوا واحد الملف اكسل، كنجي كنكليكي هنا كندير كولي، وكنرجع للتصميم الثاني كذلك كنكوبي هاد الكلمات اللي حاط الصديق ديالنا، كذلك غندير لها كولي، كنرجع كذلك للتصميم الاخر ديالي
وهكذا حتى ندوز على جميع التصاميم اللي فتحت من قبل. اذا هنا جمعت تقريبا 107 ديال الكلمات المفتاحيه اللي 100% هي الكلمات اللي كتجيب مبيعات. اذا اش غندير؟ غنجي هنا غنكليكي باش ننشط هاد الخانه، ثم غنجي هنا وغنختار من ا حتى زد. هنا غادي يطلعوا لي جميع الكلمات المفتاحيه مرتبه من ا حتى زد. اش غندير هنا؟ غنحاول نحيد الكلمات اللي معاوده، كيف كتلاحظوا بحال هذه معاوده. كنجيو باش نحيدوها كنديرو ديليت، كتمشي لينا كامله. كنجي كذلك هنا كنقلب على اي كلمه معاوده. وواحد الملاحظه اخوتي، فبالنسبه لهاد الكلمات المفتاحيه شحال من واحد كيسولني واش عليها الكوبي رايت. من طبيعه الحال الا فاتوا حتى لقاوك حاط شي كلمه مفتاحيه عليها تريد مارك ولا عليها الكوبي رايت، فكون على يقين غادي تسد ليك الحساب ديالك او لا يجيك شي انذار. وكملاحظة ما خصنيش نفوت 50 كلمة مفتاحية لأنها هي الحد الأقصى. إذا هذه هي الخطوة الأولى اللي كندير، ثم كنجي هنايا كندير كنترول سي وكنرجع لجوجل تراديكسيون لتكون فاتت ليا شي كلمة ما عرفش المعنى ديالها وحطها مع هاد الكلمات. نحاول نتشيكي كلمة بكلمة، وأي كلمة بنت ليا مشكوكة نحاول نقلب عليها ياك ما عليها كوبي رايت ولا عليها شي حاجه. من بعد الى لقيت باللي الكلمات المفتاحيه عندي كبيره، حاول نقص اي كلمه بانت ليا بعيده على الموضوع اولا شي كلمه اللي بانت ليا ما عندها حتى شي علاقه بالتصميم ديالي. ومن بعد ملي غادي نسالي العمليه غادي ندير كنترول ا كنترول سي باش نكوبي هاد الكلمات كاملين. من بعد كنجي لهذا الموقع الرائع، كندخل هنا الكلمات ديالي. من بعد هنا كنختار هنا فاصله وكنضغط على هذا الزر هذا. من بعد كندير سيليكت وكندير كنترول سي باش نكوبي هذه الكلمات كاملين. لاحظوا معايا كيفاش غادي تحطوا. اذا هكا كنحطوا الكلمات ديالنا في ريد بابل، بين كل كلمه وكلمه كتكون واحد الفاصله باش كيكون طاق مقاد. اذا هذه اخوتي هي الطريقه اللي كندير انا باش كنجيب هاد الكلمات المفتاحيه. وكاينين بزاف بزاف ديال الطريقات، غادي نعاود ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نعطيكم شي جوج طرق ولا ثلاثه اخرين عاد ندوز من هاد الخطوه، لانها فعلا هاد الخطوه نتاع ايجاد الكلمات المفتاحيه تعتبر من اهم الخطوات اللي كتجيب لنا مبيعات. وكنصيحه مني جرب هاد الطريقه، جرب طريقه اخرى وجرب بزاف ديال الطرق حتى تلقى احسن طريقه، لان هاد العالم نتاع الانترنت كل واحد كيعطيك معلومه ولكن الناس الوصله هما اللي كياخذوا هاد المعلومات من الويب وكيحاولوا يقادوا ميثود خاصه بهم اللي كيبقاو خدامين عليها وكتجيب لهم مبيعات. اذا خوتي الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. واذا كانت خويا اختي هذه هي اول زياره لك للقناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول.